إيطاليا أعلنت مساء أمس تسجيل ما يقرب من 1000 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، هي حصيلة توصف بالقياسية في إيطاليا بل والعالم بحسب الأرقام الرسمية. الدفاع المدني الذي أشار إلى هذه الأرقام أيضا أشار إلى ارتفاع العدد من إجمالي الوفيات في إيطاليا إلى أرقام جاوزت 9000 وفاة، أي بزيادة قدرت بنحو 969 حالة وفاة فقط منذ الخميس. برغم ذلك فإن وتيرة انتشار العدوى قد أشير إلى تراجعها، حيث سجلت نسبة الحالات الجديدة المسجلة نموا بنحو 7.4%، تشكل النسبة الأدنى منذ إعلان تفشي الوباء في إيطاليا قبل أكثر من شهر. عبر خدمة سكايب من مدينة ميلانو ينضم إلينا الدكتور وائل عبد القادر، رئيس الجمعية الثقافية الإيطالية المصرية. دكتور وائل، أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية لو أردنا أن نطمئن على حال حضرتك وحضرتك في قلب لومباردية، بؤرة ظهور وباء كورونا، وجميع المصريين الموجودين هناك إذا كان لدى حضرتك إحصاء بمصريين لا يزالون هناك. صباح الخير عليكم جميعا وعلى أسرة البرنامج وعلى شعب مصر كله. أشكر حضرتك طبعا السؤال علي شخصيا وعلى كل المصريين الموجودين هنا في المنطقة الحمراء اللي هي لومباردية وبالأخص ميلانو. المصريين تقريبا بخير، حالات بسيطة، هم موجودين بيتعالجوا في البيوت أو في المستشفيات. حصل 4 حالات وفاة، كلهم كانوا من أعمار مختلفة، يمكن أصغرهم سنا كان حوالي 46 سنة، إنما باقي الجالية المصرية الحمد لله بألف خير وسلام، ما عندناش أي إنذار بأي أي حالة في خطر أو وفاة أخرى. دكتور وائل، لماذا تبدو إيطاليا تنافس نفسها تقريبا في تسجيل معدلات قياسية سيئة للغاية، أن تصل إيطاليا إلى نحو 1000 حالة وفاة في اليوم؟ الرقم يبدو صعب وصعب جدا. حقيقي حضرتك الكلام اللي بتقوله حضرتك حقيقي فعلا، هو كان حالة الوفاة أمس، حالات الوفاة كانوا 900 وحاجة، يعني قربوا على 1000 حالة، وده طبعا رقم قياسي، غير انه عدد الاصابات الجديده في تناقص وده يبشر بالخير. اولا لو هنرجع لحالات الوفاه الكتيره الايام الاخيره، ده طبعا راجع لاسباب عديده. اول سبب والاهم طبعا ان هو المستشفيات اكتظت بالمرضى، مفيش اماكن، ضعف الامكانيات، أجهزة التنفس غير كافية على الإطلاق، فده طبعا بيأثر على المرضى الموجودين وبالتالي بتزيد حالات الوفاة. طبعا ما نقدرش نتكلم على سقوط أو انهيار الهيئة الطبية هنا موجودة في إيطاليا، لأن ده طبعا كلام مش عاري من الصحة، لأن طبعا هم المنظومة الطبية بتشتغل، النقص الإمكانيات، وده طبعا راجع لأن طبعا إيطاليا ما استلقتش مساعدات أو إمدادات كافية. طبعا هي نشدت حوالي 100 دولة في العالم أنها محتاجة الإمكانيات ومحتاجة الأجهزة الطبية ومحتاجة أعداد قليلة جدا من الدول إن هي شاركت إيطاليا وبعتت لها إمدادات، وطبعا منهم الصين وروسيا وكوبا ومصر، وده طبعا إشارة عليه أشار وزير الخارجية لويجي دي مايو إنه شكر فعلا مصر والدول الأخرى إنها فعلا قامت بإمدادات المنظومة الطبية في إيطاليا بأجهزة وكمامات وغيره. نعم. دكتور وائل، معلش يعني بذكر زياده معدلات الاصابه والوفاه على حد سواء في ايطاليا، ينسب اليها الكثيرون ومن بينهم ساسه ايطاليون بان المشكله ان الايطاليين او قطاعات واسعه من سكان اقليم لومبارديه تعاملوا باستهتار، وهذه المفرده التي استعملت من سياسيين ايطاليين مع الايام الاولى لاعلان ظهور حالات كورونا وحتميه البقاء في المنزل واحترام قرارات العزل المنزلي، هل كان هذا السبب واضح بالنسبة لحضرتك وحضرتك في قلب لومباردية؟
طبعا طبعا اكيد ده السبب واضح جدا وهو فعلا حقيقي ان الشعب الايطالي استهتر بالفيروس. وطبعا مش الشعب الايطالي على فكره وبس، برضه اجهزه الاعلام في بدايه في الاول حبت انها تطمن الشعب الايطالي وتقول له عامه ان الفيروس ده فيروس وانفلونزا عادي جدا ممكن علاجها بسهوله وانه فيروس ضعيف وما فيش داعي للحاجات دي. في بدايه كان الموضوع كده، بس قدام مع الايام ان الفيروس كشر عن انيابه فعلا وما كانش هي دي الحقيقه ان هو فيروس عادي جدا لسرعه انتشاره. فحاله الاستهتار اللي كانت على الشعب الايطالي موجوده في الشعب الايطالي هنا بندفع ثمنها دلوقتي، فبالتالي عدد الوفيات بيزيد مع اكتظاظ المستشفيات بالمرضى، فطبعا مش قادرين يحتووا المرض، يعني عدم امكانيات. وبعدين ما ننساش حاجه كبيره ان هو فعلا المستشفيات ما بتستقبلش حد تقريبا دلوقتي الا الحالات الحرجه جدا، فطبعا في بيتعالجوا في البيوت، فنسبه الوفيات كبيره جدا من الناس اللي بتتعالج في البيوت، فده طبعا سبب من الاسباب. دكتور وائل، عمدة بيرجامو كان له حديث قبل 3 أيام يقول إن مباراة أتلانتا وفالنسيا في جوزيبي بيازا عند حضراتكم في سانسيرو كانت سببا كافيا لحجم الدمار الذي لحق ببيرجامو. 40,000 متفرج تقريبا أصيبوا بالفيروس ونقلوا العدوى بعضهم إلى بعض وعادوا ليصيبوا نحو 61% من سكان بيرجامو. لم تكن هناك الأمانة الكافية لإطلاعنا على خطورة الموقف ولا لإثنائنا عن إقامة المباراة بحضور جماهيري. هل ينظر إلى هذه المباراة على أنها كانت سببا كفيلا بحجم الأذى الذي لحق بإيطاليا؟ ده حقيقي فعلا يا فندم، هو للأسف الشديد أعلنوا عنه مؤخرا جريدة كوريري دي لاسيرا هي اللي فجرت القنبلة دي. وكان فعلا في مباراة الأتلانتا وفالنسيا في تشامبيونز ليج إن هي دي فتحوا الأبواب وكان فيها 40,000 مشجع سواء إيطالي أو أسباني، وده السبب برضو إن في ناس من أسبانيا جت صحيح وسافرت راحت أسبانيا ونقلت العدوى هناك، وده بنشوفه طبعا في أسبانيا كتاني دولة في أوروبا بعد إيطاليا. عايز اقول لحضرتك ان هو من الذي كان يجب عليه ان يتقصى الامر في بدايته دكتور وائل فيما يتعلق بهذه المباراه؟ لان مباراه العوده مثلا التي اقيمت في فالنسيا اتخذ قرار من السلطات بان تقام بدون حضور جماهيري، من الذي كان عليه ان يحاول ان يفتش في خلفيات هذا الامر؟ طبعا الحكومه نمره واحد، وطبعا اتحاد الكره الايطالي نمره اثنين، ويعني الموضوع كله متشابك بين هيئات ومؤسسات في ايطاليا كانت المفروض تمنع الموضوع ده. في ناس نادت فعلا ان هو المفروض تتلعب والابواب مغلقه يعني من غير جماهير، فطبعا ما سمعوش للكلام ده، واتحاد الكره الاوروبي الفيفا صرح ووافق ان هي تتعمل، بس كان الموضوع كله كان المفروض ينطلق من ايطاليا، هي اضرب حالتها واضرب بالاصابات اللي موجوده في البلد، فكان المفروض يتمنع الموضوع ده. ان هو بعد كده اكتشفوا بالصدفه بعد كوريري دي لاسيرا حاولت تعمل تحريات في الموضوع ده، فاكتشفوا ان في مدينه بيرجامو 500 واحد في 3 4 ايام توفوا، لقوا الحاجات المشتركه بينهم انهم من 500 كلهم كانوا حضروا المباراه، يعني الموضوع جاء بالصدفه بحته، يعني 500 واحد في يومين ثلاثه ما يموتوا وكانوا كلهم في نفس المباراه راحوا شاهدوها في ميلانو. للاسف الشديد كل حاجه كان بتتاخد هنا بحاجه يعني مش مدين لها اهتمام او ثقل كبير، وده للاسف هو اللي موصلنا للحاله اللي احنا فيها دلوقتي. ماذا عن باقي مناطق ايطاليا دكتور وائل، مناطق الجنوب كيف تبدو الصوره هناك؟ هل جرى اتعاظ او اخذ بعض الدروس المستفاده من درس لومبارديا والشمال الايطالي؟ اكيد طبعا في احتياطات في 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 دول في بلاد الجنوب احتياطات كبيرة طبعا ان هم مش عايزين يقعوا في نفس المشكلة اللي وقعوا فيها الشمال.
بس يعني لسه في كلام ان هو برضه في قصور في الاجهزه الطبيه، ان هو قدام شويه لو اتفجر الحاله، اتفجرت الحاله في الجنوب، ان هم برضه هيلاقوا صعوبات في المستشفيات والطرق العلاج والحاجات دي هو كلها. يقال بس ان لغايه الوضع في دلوقتي مناطق الشمال تاريخيا، او ما يفترض في الوضع العادي، ان مستوى الرعايه الصحيه في مناطق الشمال يبدو افضل نسبيا، برغم مستوى التاثر افضل نسبيا من مناطق الجنوب او مناطق اخرى في ايطاليا. هل هذا صحيح؟ واذا كان صحيح فلعله ينذر بازمه كبيره لا قدر الله. أكيد طبعا هو حقيقي الكلام اللي حضرتك بتقوله، إن في هنا إيطاليا تقريبا متقسمة نصين، الشمال والجنوب. الشمال أكثر تقدما وفيها الشركات والمصانع الكبيرة، وكل الاقتصاد إيطاليا كله متركز في الشمال. أما الجنوب إن هو شعوب بلاد يعني تقريبا فقيرة، فيها صناعات صغيرة مش كتيرة، وهم طبعا الجنوب الأهل الجنوب كله بينزحوا إلى الشمال لإيجاد فرصة العمل والإقامة في الشمال، دي حقيقة فعلا. فبالتالي الخوف إن هو يحصل كارثة لو وصل المرض بشراسة للجنوب زي ما هو في الشمال، دي فعلا كارثة. لا يعلم أي مستوى كارثي أكثر من كارثية الوضع الذي تعيشه إيطاليا، لكن على أي حال نتمنى لحضرتك دكتور وائل السلامة، وللجميع لجميع المصريين أبناء الجالية ولعموم المواطنين الموجودين في إيطاليا نتمنى السلامة للجميع. شكرا جزيلا لحضرتك عبر خدمة سكايب من مدينة ميلانو بإقليم لومبارديا الدكتور وائل عبد القادر رئيس الجمعية الثقافية المصرية الإيطالية، شكرا جزيلا لحضرتك.